دايما الحلم الكبير بيحتاج مجهود كبير. احنا حلمنا ان احنا نعمل مشروع كبير، وابتدينا في سنة 2005 نكون الفيجن للمشروع ده. قلنا ليه لا ما نعملش في مصر لابوراتوار او مصنع متخصص في أدوية العيون. أوركيديا للصناعة الدوائية. هؤلاء جميعا كانوا نبراسا أضاء للعالم في شتى فروع العلم والمعرفة، فنحن العرب أول من أينعت ثمار علمهم ونضجت لتصبح جزءا أصيلا من كل العلوم المعاصرة، وكان التاريخ هو البرهان. وانطلاقا من تاريخنا كان الهدف واضحاً، وكانت قناعة المؤسسين أننا نحن المصريون قادرون، وسنقدم للمجتمع المصري أول مصنع متخصص في إنتاج أدوية طب العيون بتكنولوجيا عالمية وأيد مصرية. وفي عام 2005 كانت الانطلاقة أوركيديا للصناعات الدوائية. في الخامس من شهر أبريل لعام 2005 تم تأسيس المصنع كشركة مساهمة مصرية برأس مال وطني بلغ 25 مليون جنيه. وفي شهر يوليو عام 2009 تم التصريح لأوركيديا للصناعات الدوائية رسمياً من قبل وزارة الصحة المصرية بإنتاج مستحضرات طبية وأدوية طب العيون، ليبدأ الإنتاج الفعلي للمصنع في الربع الأول من عام 2010. مصنع أوركيديا للصناعات الدوائية كان وراءه تاريخ يعود لعام 1993، عندما كانت الشركة مكتباً علمياً ووكيلاً محلياً للعديد من الشركات العالمية، والتي استطاعت من خلالها أوركيديا فارما أن تصبح رابع أكبر موزع لأدوية العيون في مصر. واكتسبت الشركة خلال هذه السنوات الخبرة الكافية والوقوف على أسرار التصنيع نوهاو والاحتياجات الفعلية وحجم السوق المصرية، واكتسبنا الثقة التي دفعتنا لتحقيق أهدافنا. يقع مصنع أوركيديا للصناعات الدوائية على مساحة 3000 متر مربع، روعي فيها دقة الإنشاء والتأكد من مطابقته للمواصفات العالمية ليلائم تصنيع مستحضرات صيدلانية عالية الجودة. الفيروكونكريت هي المادة المقوى المستخدمة في بناء جدران المصنع الخارجية، كما روعي تبطين جميع الحوائط وتم طلاؤها بمواد قابلة للتنظيف ومضادة للبكتيريا، وتم تصميمها بشكل لا يسمح بوجود أي تشققات أو فواصل مفتوحة حتى يسهل تنظيفها وتعقيمها بفاعلية. كما روعيت كافة المواصفات الفنية أثناء تركيب وتوصيل شبكات الكهرباء والتهوية والخدمات الأخرى. البيرسونال أو جميع الأفراد المصرح لهم حاصلون على دورات تدريبية معتمدة، كما تطبق شروط الدخول على كل الأفراد بصفة دائمة سواء كانوا من العاملين أو الزوار أو أثناء فترات التفتيش الصحي. وتبدأ بدخول الفرد في مرحلة الجاونينج أو تغيير الملابس، ويمر خلالها الفرد بأكثر من مرحلة لضمان غسيل الأيدي وتجفيفها وارتداء الملابس الواقية بشكل صحيح. ويصاحب كل مرحلة مجموعة من اللوحات الإرشادية المكتوبة. نحن هنا داخل منطقة الإنتاج العقيم، وهي المنطقة التي يتم بها الإنتاج داخل مصنع أوركيديا للصناعات الدوائية، حيث يتم التصنيع كله في منطقة واحدة عبارة عن معمل أحياء مجهرية، مايكروبيولوجي، وكابينة ميزان، وغرفة لسحب العينات، وكلها عبارة عن عنابر يفصل بينها أبواب تعمل بتقنية الإيرلوك أو نظام الغلق التشابكي لضمان أعلى درجة من الحماية للمنتج تحت التصنيع. تعتمد أوركيديا في تدفق الهواء داخل مناطق الإنتاج على نظام HVAC، والذي بدوره يحتوي على 5 وحدات تهوية AHU، كما تعتمد تقنية الهواء على استخدام HEPA filters،
فضلاً عن أن مناطق التصنيع كلها مصممة لتكون شكلاً هرمياً متناسقاً لتوزيع الضغوط أوتوماتيكياً بما يتفق ومواصفات التصنيع الجيد GMP. يوجد بالمصنع خطان إنتاج تبلغ الطاقة الإنتاجية للأول 9 مليون عبوة سنوياً والثاني 12 مليون عبوة سنوياً، وجاري الاتفاق على تركيب الخط الثالث لتواكب الطاقة الإنتاجية للمصنع التوسعات المستقبلية لأوركيديا. هذه الزجاجة تجسد فلسفتنا في إنتاج أدوية على درجة كبيرة من التعقيم، وتطبق هنا تكنولوجيا BFS. يعمل خط BFS أوتوماتيكياً، حيث يتم نفخ الزجاجات البلاستيكية وتشكيلها وملؤها وغلقها بإحكام في عمليات متتالية وفي مدة تتراوح من 10 إلى 12 ثانية للعبوة الواحدة. ويعتبر نظام BFS Blow, Fill, Seal هو الأهم والأحدث في تكنولوجيا تعبئة المعقمات السائلة لما يوفره من مستوى أمان عالٍ وبما يحول دون الغش التجاري للعبوة مستقبلاً. أما الخط الثاني فيسمى بالخط التقليدي أو خط ضخ المعقمات، وهي التقنية البديلة للتعامل مع العبوات الزجاجية والبلاستيكية مختلفة الأحجام، ويتيح هذا الخط الاستغناء عن ماكينات وضع الأغطية ولفها أياً كان حجمها أو طريقة تركيبها. تمتلك أوركيديا وحدة معالجة المياه الخاصة بها، والتي تتكون من وحدة المعالجة الأولية ثم وحدة إنتاج المياه النقية بطريقة ريفيرس أوزموزيس أو الارتشاح العكسي، ثم وحدة التكثيف لإنتاج المياه العقيمة الصالحة للحقل، كما تقوم وحدة توليد المحطة بإنتاج البخار النقي للاستخدامات الصيدلانية. وتكتمل منظومة التعقيم داخل دورة التصنيع باستخدام مولدات الستيل ماس الإيطالية التي تنتج بخاراً نقياً يستخدم كعامل تعقيم. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الخزانات والمواسير مصنوعة من الستانلس ستيل 316، وتصل نسبة تنقية المياه من المواد الصلبة إلى 99%. بذلنا مجهود ضخم واستخدمنا كل إمكانيات العلمية المتاحة، بما اننا احنا كنا بنشتغل في الماركتنج افتكرنا حكايه الفور بيز. الفور بيز في الماركتنج ده البرودكت ميكس او الماركتنج ميكس، فبيبتدي بنقول ايه اول بي فيها بنتكلم على البرودكت، فاخترنا البرودكت اللي يبقى لصالح الناس. حددنا لنفسنا سياسه سعريه، احنا لازم نكون على الاقل خالص او على الاكثر 60% من سعر اي دواء مستورد. الرقابة والجودة احد اهم الشعارات التي تتميز بها أوركيديا، بل اصبحت اهم الشعارات التي يحرص على تفعيلها جميع العاملين. فتوكيد الجودة في أوركيديا عملية مستمرة تبنى ولا تختبر. يراقب عمليات التصنيع كلها داخل أوركيديا جهاز BMS، والذي يوفر البيانات عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج، ويصبح بمثابة مرجعية عند التعرض للإنسبكشن أو التفتيش الصحي، كما أن له دوراً آخر في الإبلاغ عن وجود أي خطأ قد يحدث لتداركه. تبدأ الرقابة منذ لحظة استلام المواد الخام، حيث يتم وضعها تحت الاختبار لحين إجازة العمل بها أو رفضها داخل المخازن، وتطبق ذات القواعد على المنتجات تمت الصنع بعد أخذ عينة منها أثناء التصنيع، ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد إجراء التحاليل اللازمة لها والتأكد من مطابقتها للمواصفات، ليتم بعد ذلك نفاذها للأسواق. يضاف إلى جانب الرقابة على الإنتاج في أوركيديا نظام ضمان الجودة، حيث يضمن تطوير المنتجات وإنتاجها طبقاً لمعايير GLP, GMP وGSP، مروراً بتحديد المهام الإدارية وتنظيمها وتسجيل أدق التفاصيل وإجراء التفتيش الداخلي، انتهاءً بتقييم المنتج بشكل دوري للتأكيد على التطوير بشكل دائم ومستمر. حصلت الشركة على ملفات تسجيل المستحضرات
طبقاً لأحدث معايير الجودة، بالإضافة إلى شهادة الأيزو 14001 ل2004 وأيزو 9001 ل2008. تنتج أوركيديا حتى الآن 19 مستحضراً طبياً يخدم كافة الأمراض الرمادية، وبفضل تميز أوركيديا في منتجاتها وبوصفها المنتج المصري للعديد من أدوية طب العيون، أصبحت أوركيديا نقطة التوازن السعري في السوق المصرية. كما تفخر أوركيديا بتوفيرها ملايين الدولارات كانت تنفقها الدولة في استيراد أدوية مماثلة تخص بعض الأمراض المزمنة كمرض المياه الزرقاء، بخلاف محاليل العدسات اللاصقة. شركاء النجاح. على مدار أكثر من 5 أعوام كنا نعمل لتحقيق الكثير من الأهداف، ولكن كان لدى الإدارة العليا هدف أسمى هو الاستثمار في الطاقة البشرية، وكان علينا أن نضخ لدى فريق العمل دائماً الثقة في القدرة على المنافسة وأنهم قادرون. إن ما وصلنا إليه في هذه الفترة الزمنية الوجيزة ما كان ليتحقق لولا إيمان هؤلاء الشباب بما يعملون. كان دورنا دائماً العمل على توفير مناخ للعمل العائلي وتوفير برامج الرعاية الصحية بما يجعل العامل والطبيب والموظف يشعر أنه شريك في العمل وشريك في النجاح. وأصبحت أوركيديا تشبه المدرسة البحثية لتطوير أبحاث الدواء، ويضم الفريق الآن نخبة من العاملين في مجال تصنيع وتسويق أدوية طب العيون في مصر. وتأكيداً على إصرار أوركيديا على إنتاج أدوية بمواصفات عالمية، أعدت الشركة ملفات تسجيل المستحضرات طبقاً لأحدث معايير الجودة CGMP, CTD و Quality Manual. ولإتمام خطوات التصنيع الجيد، كان على الشركة الاهتمام بالتعامل مع أفضل الموردين المحليين والعاملين في مجال المستحضرات الطبية، ولتصبح منطقة المخازن منطقة لها أولوية من نوع خاص. أهم بي كانت people، الناس اللي بتشتغل معنا، الناس اللي بتستخدم الدواء بتاعنا، الناس اللي بتكتب الدواء بتاعنا اللي هم الأطباء، وأخيراً بقية البشر اللي موجودين في مصر أو في الأسواق بتاعتنا. عشان إحنا نخدم الناس دي كلها، فكان عندنا رود ماب سميناها تريبل سي. تريبل سي بتتكلم على الكرنت جي ام بي اللي هو شروط التصنيع الجيد المستمره، والسي الثانيه بتتكلم على الكونتينيود ميديكال اديوكيشن اللي هي الخدمه اللي احنا بنقدمها للاطباء عن طريق الدوكيومنتس والدوريات اللي بنشترك فيها وبنوزعها عليهم. السي الثالثه اللي هي الكوميونتي سيرفيس اللي هي خدمه المجتمع اللي احنا موجودين فيه. واحنا في خدمة المجتمع عملنا سبونسرشيب لأكثر من مشروع كبير، وعملنا حاجات تخص تخصصنا، طورنا مستشفيات الرمى تقريبا كلها إلا على مستوى الجمهورية. طوال سنوات عملنا الماضية كان علينا واجب نابع من شعورنا بمسؤوليتنا الاجتماعية تجاه مصرنا الحبيبة، فنحن نؤمن بأن النجاح لا يقاس فقط بالأرقام المالية، لأن ما علينا من واجبات ومسؤوليات تجاه المجتمع حتمت علينا تصميم خطة لتحسين العيادات الخارجية لمرضى العيون في مصر. وهدفت الحملة والتي أطلقتها أوركيديا خلال عامي 2010-2011 إلى تحسين مستوى الخدمات لمرضى العيون في العيادات الحكومية، والذي هو حق إنساني في الرعاية الصحية. فتم تخصيص 600 ألف جنيه للمساهمة في تطوير 20 مستشفى. كما حظيت البيئة باهتمام بالغ بعد أن أولينا الاهتمام بها في كل مراحل إنتاجنا. أوركيديا ليست فقط بالنسبة لنا شركة نعمل بها، ولكنها مجتمع نعمل من أجل تنميته، وأصبحت كل حروف اسمها تمثل لنا عقيدة أو مبدأ أو هدف.